بيعرفوا كتير منيح. اللاعبين اليوم مباراة حساسة، في حال واحد من الفريقين خسر هاللقاء راح اقول انه راح يكون بالدرجة الثانية بالوقت، هناك فرصة لمصر عشان سعد الزقي. جول جول جول. كنا عم نحكي كثير عن ظروف الفريقين، كنا عم نحكي عن الوضع النفسي عند لاعبي شباب الساحل ولاعبي طرابلس. فوسيني قالك حسون اليوم رح يرضى عن فوسيني فنيا على ارض الملعب. ايه بالتاكيد صح، اليوم فوسيني عمل كل شيء لشباب الساحل باربع مباريات الصعبه، بوحده من المباريات اللي ممكن تكون كثير قويه بلقاء اليوم. تسديد صاروخيه زاحفه هزت شباكه لنزيه اسعد. شو بالاعاده، يا سلام، تسديده كانت صاروخيه عجز عنا تماما نزيه اسعد، وضع فوسيني الساحل بالمقدمه من بدايه اللقاء. يسال عنا نزيه اسعد. سعد يوسف جددا، فوسيني صاحب خط الدفاع بخط الهجوم وعنده قراءة صحيحة لكل انطلاقاته بالوقت. هناك انطلاقة لفوسيني، هيدي كرة عرضية أو تسديدة عمري قبل ما يفوت الأوان. هيدي وحدة من الكرات اللي ممكن تخلي شباب الساحل يعزز نتيجته. فوسيني على الجهة اليسرى، كرة عرضية ما بتوصل، إنما الشيء ما ظهر بالشوط الأول بفرصة خطرة. ياكوبو يا سلام، ياكوبو يا سلام، يا سلام يا ياكوبو، إمكانات لعيب كبير. أيضا كوراني واحد من اللاعبين المميزين بالمباراة، فوسيني ممكن يركن على الكرة بيسدد الكرة مباشرة، إنما يستمتع، بدأ يمتع ويلعب على الكرة للطرف الأيسر، جميل جدا لاعب فوسيني. فوسيني نوهو بيلعب التيمنا لداخل منطقة الجزاء، إنما الكرة عم محمد سالم بالمرتدة. الساحل والثالث، الساحل والثالث، هيدي الكرة ممكن تشكل خطورة. فوسيني نوهو، فوسيني مع السالم، أخذ كل وقته، مرة لعند الدنش، أعاد لفوسيني، وين الدفاع؟ وين التغطية؟ وين التسديدة؟ وهو التسديدة موجودة، وصدت العمر صراحة، مباراة العمر اليوم عم بيأديها شباب الساحل، شوفوا كم يخرجوا حتى من منطقتهم، يعني بهالسهولة هالتمريرات القصيرة، حتى فوسيني تسديدته كانت قوية وخطيرة بنفس الوقت، أيضا محمد سالم، مجددا حسن دنش، أيضا فوسيني. على الرغم من التقدم 2-0 الا ان هدفين مقابل لا شيء. ايضا مع فوسيني، على فكره اهميه فوسيني مش بس بالخطوط الاماميه، حتى عم بالحاله الدفاعيه. وهي تمريره فوسيني، هل هناك تسلل حكم؟ بلس بيلعب كره، ايضا فوسيني بمر، ممكن يلعب كره عرضيه خطيره، المحاوله الساحليه ممكن التسديد، انما هناك فرصه كثير كبيره لمصلح شباب الساحل، والكره شباب الساحل افضل لهالسبعه. عم بقول لكم شباب الساحل ممكن يكون هو الاخطر. هيدي الكره كانت على طريقه الباك باس، وهيدي كرته محمد سالم بيلعب الكره اماميه لعند فوسيني المزعج معه ماتي. فوسيني قصير القامه ولكن سريع بمرر الكره خطر، محمد سالم على مشهد مسدد الكره، بيسدد الكره. عم يبحث عن اول اهداف المباراه اللي توقعته انا انه يكون هدف الوحيد بالمباراه، ان كان للانصار ولا الساحل. شوف فوسيني كيف روضها للكره، ممكن يسدد فوسيني بمهاراته، بيحاول المرور، الكره ما زالت مع شباب الساحل على مشارف المنطقه، والتسديد مباشره، التسديد. انه بيومه اصلا علاء البابا مع الانصار بهالموسم مختلف مع علاء البابا مع فريق الصفا، وهيدي انطلاقه ساحليه. فوسيني هل هناك خطا؟ لا، الكره بشكل افضل، هون المطالبه بخطا كان فوسيني. شوف بالاعاده كيف التدخل كان واضح من متي على فوسيني، الدفع كان واضح. بلاك روما بيلعب كره طويله اماميه خطيره، المحاوله الساحليه، ممكن التسديده مباشره باتجاه المرمى، انما على الحش حسن. شوفوا مره جديده بالاعاده، دوغلاس تمريرته الاماميه كانت بمنتهى الخطوره. حسن دنش لعب الكره الخلفيه والتسديده كانت بالنسبه للساحليين، انما خساره هي بالنسبه للانصاريين، التعادل بمباراه اليوم. وهذه الكره الراسيه، انما مباراه اليوم ممكن الوقت المحتسب بدل عن ضائع يكون هو حاسم بهاللقاء. ايضا مع دوغلاس، هذه كره طويله، ممكن وحده من الهجمات الانصاريه تكون خطره، وهذه وحده